اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في النبيين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجز عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جازيت نبيا عن أمته، واجز عنا أصحاب نبينا أجمعين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا وذليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.